فقرة العيادة هي فقرتنا الأخيرة النهاردة في حلقتنا. ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد خيري استشاري السمنة والنحافة وأيضا التغذية العلاجية. أهلا بحضرتك معانا دكتور محمد. أهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. إحنا بنبدأ دلوقتي سنة جديدة، يعني إحنا لسه في شهر واحد، قدامنا 12 شهر وناخد كده أهلا نفسنا إن إحنا إن شاء الله مع نهاية العام نكون تخلصنا من أي مشكلة بقى صحية بتقابلنا، سواء سمنة سواء نحافة سواء أي، نهتم بقى بنفسنا بصحتنا بممارسة الرياضة. تمام. طب أنا دلوقتي عايزة أحافظ على صحتي وفي نفس الوقت عايزة أبقى رشيقة. تمام. وعايزة ألعب رياضة وفي نفس الوقت برضو مش عاوزة إن أنا أتعب عضلاتي أو يعني تبقى رياضة تقيلة على الجسم والعظام. نعمل ايه؟ احنا دايما بنقول يعني ان العقل السليم في الجسم السليم، ودايما سبحان الله يعني ربنا بيقول في كتابه الكريم ان خلقنا الانسان في احسن تقويم. يعني دايما ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الانسان في احسن شكل وفي احسن صوره وفي احسن صحه وفي احسن حال. وفي ايه ثانيه برضه في كتابه الكريم بيقول يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يعني احنا دايما بنبقى مسؤولين عن بشكل مباشر او غير مباشر عن المشاكل او الحاجات المرضيه اللي ممكن تحصل لنا بسبب بقى اهمالنا التغذيه او بسبب اهمال الرياضة او بسبب يعني الاهمال في الصحه بشكل عام. فاحنا بنقول دايما ان الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ما بيحسش بيه دايما الا المرضى. فاحنا بنقول دايما الوقايه خير من العلاج. فحقيقة طبعا احنا بنهنيكم ونهني كل الساده المشاهدين بالعام الميلادي الجديد، ويا رب يكون يعني ونهني كمان الاخوه والاخوه الاقباط بمناسبه عيد القيامه يعني المجيد، يعني عيد الميلاد المجيد. كل سنه وهم طيبين، وبنتمنى يا رب يعني يبقى سنه جديده يا رب على المصريين وعلى الامه العربيه والاسلاميه كلها، تبقى سنه كلها صحه وسلام وتفاؤل وامل ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. بالنسبه بقى للسؤال بتاع حضرتك يعني ازاي بقى نعيش حياتنا صح، او ازاي يعني نمارس رياضه صح، او ازاي، طبعا احنا يعني للاسف الحياه واخدانا شويه ورتم الحياه او تسارع الحياه والاحداث بقت كتير جدا، فالناس بقت تتشغل بشكل او باخر بقى عن التغذيه الصحيحه وعن ممارسه الرياضه بشكل جيد. وللاسف بقينا يعني حتى بقينا ننسى يعني ابسط الاشياء، حتى ولو ابسط رياضه اللي هي رياضه المشي بقينا حتى ننساها او ما بقناش نمارسها يعني. فاحنا بنقول دايما احنا لازم زي ما بنهتم بشغلنا كويس وزي ما بنهتم مثلا باولادنا، لازم يبقى في جزء خاص بالصحه البدنيه او حتى الصحه النفسيه او الترويح عن النفس، لان ده جزء مهم جدا او شق مهم جدا بيخلي الانسان طبعا في مود كويس وحاله صحيه كويسه، وبيقي بقى من حاجات كتير جدا من الامراض. فدايما توارثت المقولات او النصايح، يعني دايما بيقول لك اجعل دوائك من غذائك، اذا كنت تستطيع ان تشفي المريض بالغذاء فلا حاجه للدواء. فدايما الغذاء من قديم الازل ليه دور كبير جدا في الحمايه والوقايه من امراض كتير جدا، ومن اهمها طبعا ام الامراض او ام المشاكل، مشكله السمنه او مشكله زياده الوزن. فاحنا بنقول دايما لازم بقى يعني ناخد خطوه ايجابيه او نبتدي عهد جديد مع سنه جديده ان احنا نبتدي نحافظ على صحتنا، وكل دايما ما يكون وزننا مثالي او كل دايما ما يكون الوزن ماشي مع الطول بتاعنا، او دايما ما بنعانيش من مشاكل الكرش او الارداف او مشاكل السمنه في مناطق اعمى من الجسم، دايما بنكون في حاله صحيه كويسه. وللاسف ارتبط تراكم الدهون او تراكم السمنه في مناطق مختلفه من الجسم بامراض كتير جدا. يعني ما بقيناش نستبعد في الوقت الحالي الناس اللي هم عندهم سكر من النوع الثاني اللي هم ما بيعتمدش على الانسولين، لا راجع بسبب مباشر لسمنه البطن. يعني تخيلي حد ممكن يكون لا في عنده تاريخ سكر، مجرد بس عاداته الغذائيه الغلط او نظام حياته الغلط او اللايف ستايل بتاعه اللي هو اللي مش صحي، اصيب بمرض مزمن العالم كله يعني بيدفع يمكن بالمليارات للوقايه ولعلاجه زي مرض السكر، وبالتبعيه كمان مرض الضغط. يعني اشهر مرضين على الاطلاق يمكن المجتمع بصوره كبيره جدا بيعاني منهم بصوره كبيره قوي، مرض الضغط ومرض السكر. أيوة. ارتباطهم بالبدانه او السمن او زياده الوزن ارتباط وثيق جدا وارتباط مباشر، وده طبعا راجع لامراض سوء التغذيه او راجع للعادات الغلط في التغذيه. فاحنا بنقول دايما لازم يعني نجدد كده من حياتنا ونجدد من نفسنا، ونبتدي بقى نراعي او نبتدي نركز في اكلنا كويس، وبلاش الموروثات الاجتماعيه بتاعتنا اللي احنا يعني وارثينها على طول. يعني احنا للاسف دايما مثلا لما الابناء بيكبروا وبيتجوزوا لما يبقى في حتى زيارات عليه او تبادل بيبقى دايما الحفاوه او الترحيب او كده بالاكل، وللاسف بيبقى اكل غير صحي، سواء كانت حاجات مشبعه بالدهون، سواء كانت مقليات، سواء كانت حلويات، سواء كانت مشروبات غازيه، سواء كانت حاجات كتير جدا. فلازم يعني حتى سلوكنا يعني نرحب ببعض بحاجه افضل شويه، نرحب ببعض مثلا بمشروبات صحيه، نرحب ببعض مثلا بنسميها يعني عادات اسريه او حاجات اجتماعيه تكون اكثر صحيه يعني. ومثالي كمان يعني لو احنا فكرنا كده في يعني نقول المصري القديم، يعني
تمام. اعتقد ان قبل التقدم وقبل الفاست فود بقى واحنا ونقول كمان الراحه اللي وفرتها لنا العوامل التكنولوجيه وكده، اعتقد كان اكله صحي جدا. تمام، يعني احنا هو كان بيتمتع بصحه جيده، صحه كويسه. وطبعا يعني هو احنا في جزء دلوقتي يعني داخلين عليه او يعني ابقى منتشر اللي هو الحاجه اللي هي الاورجانيك او اللي هي مش فيها كيماويات او الكلام ده كله، وده طبعا ده الاصل او ده الطب القديم او ده الحاجات القديمه قوي. يعني زمان كان طبعا في وصفات موجوده في معابد الفراعنه وحاجات معينه عن طريق الاكل والشرب، يعني لو كان حد سخن بيعمل له كذا او وصفه كذا او بيعمل له اكل كذا، لان طبعا كانت طبيعه بكر وكان عامل التلوث قليله جدا. وزي ما حضرتك قلتي موضوع الفاست فود او الجانك فود او الحاجات اللي هي بقت داخله علينا دي ده لغايه قريب يا دكتور، مش بس يعني من ايام الفراعنه، لكن ده لغايه قريب، يعني يمكن لغايه اخر 50 سنه او تمام. ما كانش التقدم ده داخل علينا قوي، وما كانش برضو رتم الحياه والتسارع والزحمه والتكنولوجي والكلام ده كله، كان الوقت يعني اكثر، يعني كان في اكثر بركه بالزبط. وكان في وقت طبعا للحركه وللمشي، وكان موضوع حتى الزراعات او موضوع اللي هي الزراعه ذات نفسها ما كانش بيعتمدوا برضو على الكيماويات والحاجات الهرمونات والحاجات المسرطنه والحاجات دي كلها، فكانت طبعا الاكل او كانت التغذيه كان سبب رئيسي جدا للوقايه او للحد من انتشار امراض كتير قوي. وفي نفس الوقت لو كان حد اصيب بمرض ولا حاجه كان بيستعمل التغذيه بشكل مباشر في العلاج بشكل مباشر يعني. طب انا دلوقتي يعني لو عايز